السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ معاكم حنان حمودة من قناتي سهلة وبسيطة مع حنان حمودة. النهاردة هنعمل رز بلبن أحلى من بتاع المحلات، رز بلبن بنص كيلو لبن بس، حاجة كده تحفة وإن شاء الله يعجبكم قوي. أنا هنا هاخد كوباية كبيرة من الرز، طبعا المج بتاعي ده صغير، فأنا هاخد مج ونص تقريبا أو مج وربع، تمام، ومن غير نشا. أنا عايزة أقول لكم إن الرز بلبن بتاعي النهاردة هيبقى من غير نشا خالص، تمام كده. خدت انا كده كوبايه ونص او كوبايه وربع من المج الصغير بتاع ده، يعني كوبايه كبيره من الرز، وهحط عليهم 3 كوبايات ميه مغليه. انا غاليه ميه في الكتل وهحطها على الرز بتاعي. دول 3 كوبايات ميه كبار مغليين، لان انا طبعا عايزه فيه ميه لان الرز بلبن، مش عايزاهم بس يبوشوا. انا هسيب الرز ده ساعتين منقوع كده في الميه، تمام. بس في حاجه سمرة على وش الرز عايزه اشيلها. الرز بتاعي طبعا نضيف وانا ما غسلتوش على فكره، لان انا عايزه النشا بتاعته. بس في حاجه، هو رز نضيف وزي الفل، بس في حاجه سمرة مش عارفه هي ايه، انا هشيلها، تمام. وهغطي الرز بتاعي كده واسيبه منقوع في حاجه استلس زي ما انتم شايفين، او الومنيوم مش فارقه، بس انا بفضل الاستلس اكتر. وهسيبه منقوع وارجع لكم بعد ساعتين نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ورجعت لكم يا احلى الناس. انا هنا نقعت الرز، سبته منقوع الساعتين، تمام. ادي منظره. انا بقى هاخده واروح على الخلاط اضربه نص ضربه. مش عايزه اقول لكم ان هي تشغيله واحده بس كده، انا عايزه اكسر حبه الرز، عايزاه تتكسر اتنين. هنا انا حبايبي ضربته في الخلاط طبعا عشان الصوت وعشان الفيديو ما يطولش. بصوا، عايزه اقول لكم ان الرز يا دوب اتكسرت اتنين، تمام كده، وعشان النشا بتاع الرز يخرج اكتر، لان زي ما قلت لكم انا هعمل من غير نشا خالص، رز بلبن من غير نشا، تمام. انا هنا كسرتها، يا رب يكون منظر باين. يا دوب لفتها، والله ما فيش ثانيتين لفيت الخلاط لفه بس كده، يا رب يكون منظره باين. عايزه اقرب لكم، حبات الرز يا دوب اتكسر، تمام. بعد كده انا هنا معايا نص كيلو لبن، الحله اللي كنت غاليه فيها اللبن، تمام. انا هعمل في نفس الحله اللي انا غاليه فيها اللبن عشان استغل مكان اللبن. هفضي بس اللبن في حله صغيره، ده نص كيلو لبن على فكره مش اكتر. وهاخد الحله بقى اللي انا كنت غاليه فيها اللبن بتاعتي وهدلق فيها الرز اللي انا نقعاه وضربته نص ضربه في الخلاط، تمام. هنزل بقى كل الكميه بتاعتي كده خالص، وهروح اولع عليها النار، وطبعا هخلي النار مش عالية، تمام كده. هولع النار وارجع لكم. انا ولعت النار ووطيتها وسبته غلي غلوتين، وهرجع عشان اوريكم شكله تقل ازاي وبقى عامل ازاي. بصوا بقى تقل جدا. هحط دلوقتي بقى عليه اللبن، ده نص كيلو لبن انا وضيته عليه. هقلب بقى كويس. انت هتلاحظي ان قوامه تقيل من غير اي حاجه، يعني هو لسه هو كده يعتبر الرز مستوي، بس احنا ايه هنقلب عليه اللبن. بصي هو كده مستوي، يعني الرز نفسه لو دقتيه هتلاقيه مستوي معاك، لانه ما بياخدش كده كده، هو منقوع وانا حطيته ووطيت عليه دقيقتين لحد ما غلي بس معايا. هحط له بقى كوبايه من السكر، طبعا السكر ده على حسب ما انت بتحبي، عايزاه مسكر قوي هتزودي كوبايه وربع، عايزاه اقل من كده انا ما بحبوش سكر، انا بحب سكره مظبوط، لا زياده ولا اقل. ادوب السكر كده كويس بس في الرز بتاعي واللبن. وطبعا هنا قصدي احط اللبن في الاخر علشان خاطر يفضل طعم اللبن معايا، تمام. هقلب تقليبتين وهحط هنا بقى سنه فانيليا سايله، انا بحب الفانيليا السايله اكتر من الاكياس، تبقى طعمها احلى وريحتها اعلى، تمام. هحط نقطه بسيطه، وطبعا احط الفانيليا في الاخر، كل ما احطها في الاخر كل ما ريحتها تفضل موجوده اكتر في اللبن بتاعي، في الرز اللبن بتاعي، تمام كده. هقلبه كويس، وبعد كده طبعا خلاص كده مش هغطي عليه، هو انا هفضل بس ايدي فيه كده اقلب تقلبتين كل دقيقه، اقلب تقلبتين لحد ما اللبن بس يغلي، لان اللبن كان بارد، لحد ما احس ان اللبن غلي. وانتم شايفين قوامه تقيل ازاي، انا بقلبه معاكم، هو تقيل من غير اي نشا ومن غير اي حاجه، تمام. انا هنا كنت واخده الوش بتاع اللبن، ودي خطوه مهمه قوي، الوش بتاع اللبن اخدته وحطه في الفريزر 3 دقايق
وبعد كده ضربته بالشوكه كده ضربه بسيطه بقى عامل زي الكريمه. هنزل بيه بقى في الاخر خلاص الرز بتاعي استوى وانا خلاص هطفي، انا هنزل بيه على وش اللبن. والخطوه دي صدقوني بتفرق قوي 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 عشان بتخلي الرز اللبن طعمه غني، و لما تيجي تقطعي منه كده تلاقيه كريمي في بعضه، ودي حاجه مهمه قوي. يعني ما تقوليش انا هسيب اللبن بالوش بتاعه وخلاص، لا صدقيني الخطوه دي بتفرق قوي. بصوا القشطه اللي انا اخدتها وحطها في الفريزر 3 دقايق وضربتها بالشوكه، بصوا على الوش عامله ازاي، عامله زي الفوم بتاع الكابتشينو او الحاجات دي، يعني فوم كده على الوش، شايفين عامله ازاي، وخلت اللبن لونه عامل ازاي، خلت لونه ابيض وجميل قوي، خلت الرز اللبن بتاعي لونه ابيض وفاتح وكمان فاير كده، تمام كانه كله معمول في اللبن. ودي خطوه مهمه قوي، اتمنى ما تنسوهاش، او ما تقولوش لا احنا هنحط الرز بلبن وخلاص واللبن محطوط مش مشكله، لا صدقوني هتفرق معاكوا قوي الخطوه دي. هو الرز عندي كده مستوي تمام وتقيل من غير اي نشا ومن غير اي حاجه، ومش عايزه اقول لكم بقى ريحه الفانيليا حاجه ايه تحفه. غلي غلوه اهو، انا كده اتاكدت انه غلي غلوه، بصوا قوامه تقيل ازاي، مش محتاج نشا ومش محتاج اي حاجه، هو كده خلاص استوى او يعني خلاص غلي تماما. انا هبدا اغرفه، طفيت النار وهبدا اغرفه في البولات بتاعتي، صيني بايركس زي ما انت عايزه، عايزه تحطيه في سيرفيس كبير او في بايركس كبير مفيش مشكله، زي ما انت بتحبي وبتفضلي. انا بفضل احطه كده في بولات عشان لما ولادي يمسكوا البوله ياكلوها على بعضها، تمام كده. انا هغرفه في البولات سواء صيني سواء بايركس زي ما انت تحبي. انا هروح اكمل الاطباق بتاعتي هعبيه، هقول لك هيطلع معايا كام طبق، نص كيلو لبن وكوبايه الرز، وهرجع لكم على طول. هنا انا بعد ما غرفته حبايب قلبي دخلت الثلاثه دول تحت الشوايه دقيقه عشان يبقى رز بلبن فرن زي اللي بيجيبوه من بره، ما كملتش دقيقتين وزي ما انتم شايفين الوش احمر كده. وطبعا هنا انا برضه عشان ولادي بيحبوا الشوكولاته وكان عندي شوكولاته في الثلاجه، فروحت بشره كده حته صغيره على وش الطبقين، ودول هسيبهم ساده تمام. ممكن احط عليهم جوز هند او سوداني مفيش مشكله، بس انا بحب اكله ساده تمام. عايز اقول لكم انه شكله والله العظيم حلو جدا، وكمان طعمه وريحته ملهمش اي حل، احلى رز بلبن ممكن تاكليه في حياتك. ولادي عشان بيحبوا الشوكولاته فانا حطيت حته شوكولاته، وطبعا انت براحتك انت ممكن تحطي عليه اي حاجه، ممكن مثلا تحلقي معلقتين سكر كده كراميل وترشيهم على الوش، انا ساعات بعمله كده برده بيبقى برده طعمه حلو قوي زي الكريم كراميل. ده منظر الشوكولاته، انا حطيت عليه وهي سخنه فبدات تزيع بالمنظر ده، حته صغيره كده بشرتها تمام، هي الاطباق سخنه بس انا بمسكها بس بالعافيه، ده سخنه عشان كان تحت الشوايه. عايزه اقول لكم لونه حلو قوي، تالي الكاميرا مش مبينه لونه. اتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.